بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة Easy Science and Math. القناة هتهتم بالمرحلة الابتدائية من Grade 4 لGrade 6. النهاردة إن شاء الله أول فيديو لGrade 6. حبايب الطلبة إن شاء الله هنشرح أول وحدة Unit 1. Unit 1 فيها درس واحد بيتكلم عن الماس and Weight. هناخده بالتفصيل إن شاء الله. أول بارت النهاردة أول بارت 1 في Lesson 1 هنتكلم عن الماس. الماس يعني الكتلة، أخدنا في جريد 4 يعني إيه الكتلة ويعني إيه الماس. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنعرف كتير خالص عن الماس. يلا هنبدأ. الماس هي عبارة عن كمية المادة الموجودة في الجسم. يعني إيه مس كمية المادة الموجودة في الجسم؟ يعني أنا حبايبي لو أنا عندي مثلا شنطة، الشنطة دي فيها كتب وكراسات وأقلام، وجيت حطيت الشنطة بتاعتي دي على الميزان وقست الكتلة بتاعتها، فمثلا الميزان بتاعي هيكتب لي ان الكتلة بتاعتها 2 كيلو جرام، فمعنى كده ان كمية الكتب والكراسات اللي جوا الشنطة دي يا حبايبي عبارة عن 2 كيلو جرام من الكتب. دي معنى كمية المادة الموجودة في الجسم. برضو مثلا انا لو معايا جزازة من العصير، جزازة العصير دي مثلا لو أنا حطيتها على الميزان هتديني كتلة حوالي 1 كيلو جرام. معناها إيه؟ معناها إن جزازة العصير دي بداخلها أو كمية العصير الموجودة فيها عبارة عن 1 كيلو جرام. طب يلا نقول مع بعض الماس ديفينيشن بتاعها. الماس it is the amount of matter in an object. It is the amount of matter in an object. يعني ايه amount؟ يعني كمية. يعني ايه matter؟ يعني المادة. يعني ايه object؟ يعني الجسم. انا هقيس بيه القلم مثلا، فالقلم اداني ايه؟ 7 جرام. يعني كتلة القلم 7 جرام. طب هو يا مس القلم ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على كمية من البلاستيك. يبقى كمية البلاستيك اللي موجودة بداخل القلم عبارة عن 7 جرام. يبقى الماس for pen equal 7 جرام. معناها ايه؟ معناها ان الكمية amount of plastic المادة اللي مصنوع منها القلم equal 7 جرام. هنا معنى الماس يا حبايبي. طب نقول تاني مع بعض. ماس it is the amount of matter in an object. ده تعريف مهم جدا ولازم نعرفه. طب يلا نخش على جزء تاني في الدرس. يلا حبايبي. The properties of mass. كل انسان فينا ليه صفة، ليه صفات. انا مثلا معايا صاحبتي بقول لمها انت يا مها جميلة وهادية، فدي صفة من صفات مها. طب ايه صفات الماس؟ هي مس الماس لها صفة؟ يا حبيبي الماس لها صفة. اول صفة هناخدها للماس انها a fixed value. يعني ايه ماس fixed value؟ يعني قيمة ثابتة او stable value يعني قيمة ثابتة. يعني ايه مس؟ يعني مش بتتغير؟ لا مش بتتغير. طب يلا نشرح كده. انا لو معايا مثلا كيس او شنطة فيها مثلا 2 كيلو من البرتقال، اي فاكهة انت بتحبها، وروحت بها البيت او نقلتها من مكان لمكان، هل هتتغير؟ لا، هتفضل بنفس الكمية ثابتة. طب انا يا مس مثلا لو ماما راحت بعتتني اشتري لها من عند البقال سكر، فانا بقول للبقال اديني كيلو سكر، هروح لماما الاقيه نقص؟ لا طبعا، هلاقيه نفس الماس اللي انا اشتريته بيها. فالماس هنا fixed value او stable value قيمة ثابتة. doesn't change يعني ايه doesn't change؟ يعني ما بتتغيرش بتغير المكان. لو انا اتحركت من مكان لمكان الماس هنا مش بتتغير معايا، فلازم نعرف ولازم ناخد بالنا عشان لما ناخد الويت هنلاقي الويت بيتغير. ليه ما بتتغيرش الماس؟ عشان هي الاماونت الكمية هي نفس الكمية مش هتتغير معايا. يبقى the mass of any matter is a fixed stable value and it doesn't change by changing the place of matter. الماس او الكتلة لأي مادة ثابتة
قيمة ثابتة مش بتتغير بتغير المكان، ودي كانت أول صفة معايا من صفات الماس، وبتيجي دايما في الامتحان على هيئة أكمل complete or true or false، إما تيجي أكمل أو بتيجي صح وغلط. فلازم نعرف ولازم نفتكر إن أنا لو أنا اشتريت حاجة، الحاجة دي الماس بتاعتها مش بتتغير لو أنا نقلتها من مكان لمكان تاني، ودي كانت أول حاجة عندي في الماس. يلا نشوف بروبرتيز تانية للماس. يلا يا مس، الماس عندي عبارة عن إيه؟ عن amount، عن كمية. فالكمية عندي لو زادت داخل الجسم الماس بتاعته طبعا هتزيد، طب ولو نقصت طبعا الماس بتاعتها هتنقص. يبقى الماس عندي بتعتمد على كمية المادة الموجودة داخل الجسم، كل ما الكمية بتاعتي زادت كل ما الماس بتاعتي زادت. مثلا لو أنا معايا كرسي، كرسي مصنوع من الخشب وكرسي تاني مصنوع من الخشب، بس ده كرسي صغير وده كرسي كبير، لما كمية المادة بتاعت الخشب تزيد يبقى الماس بتاعت الكرسي تزيد، ولما كمية المادة للخشب تقل يبقى الماس عندي تقل. يبقى the mass depend on the amount of matter، الكتلة بتعتمد على المادة. the mass of an object increases، يعني increases يا حبايبي يعني تزيد، وعكسها على طول لازم نفتكر decreases، decreases يعني تنقص. هنا عندي an amount of matter دايما increase، بالسهم بيطلع لفوق يقبل mass معايا increase. طب ايه تالت صفة يا ماس، او ايه تالت صفة للproperties بتاعت الماس؟ all matter، كل مادة have mass ليها كتلة، أي مادة في الدنيا دي ليها كتلة. بالرغم من الفيزيكال ستيت، احنا اخدنا في جريد 4 الفيزيكال ستيت والكيميكال ستيت. الفيزيكال ستيت المادة لو كانت solid or liquid or gas، يعني لو المادة كانت صلبة أو سائلة أو غازية، أي مادة ليها ماس. أنا مثلا لو عندي المية، المية دي في الحالة liquid عبارة عن water، في الحالة solid عبارة عن ice، وفي الحالة gases عبارة عن water vapor. أنا أقدر أجيب الماس لأي شكل من أشكال الماء، لو هو ice تلج بحطه وأقيسه على الميزان وأخذ الماس بتاعته، وهو لو liquid أو gas أو water vapor برضو بأخذ الماس بتاعته. يبقى all matter، كل مادة have mass، كل مادة لها كتلة، ودي كانت آخر صفة عندي للماس. نيجي للجزء الثالث عندي في الدرس، وهو بيتكلم عن the measuring unit of masses، ايه هي وحدة قياس الكتلة. انا بروح للبقال بقول له اديني مثلا كيس في برتقال 2 كيلو جرام، هل بقول له انا اديني 2 لتر برتقال؟ لا طبعا هيضحك عليا، فبروح اقول له اديني انا عايز 2 كيلو جرام مثلا. فعندي وحدتين هنتكلم عن الجرام والكيلو جرام. اول وحدة اللي هي الجرام it equal to the mass of one paper clip، هي عبارة او تساوي عن كتلة البيبر كليب اللي هو الدبوس الورق يا حبايبي. يبقى دبوس الورق ده بيساوي الجرام. طب بتستخدم في ايه؟ هل بقيس بيها مثلا الفروت؟ لا طبعا، بقيس بيها الحاجات الصغيرة السمول ماسز زي المجوهرات جولاري زي الجولد. يبقى الجرام يا حبايبي equal بيساوي the one paper clip، وبيستخدم في ايه؟ for measuring small masses. جرام بيرمز له بالرمز جي ام دوت، it equal to the mass of one paper clip، يبقى جرام it equal to mass of one paper clip. جرام uses for measuring small masses. طب ايه الوحدة التانية؟ الكيلو جرام it equal to the mass of 1 liter of distilled water. يعني ايه مس distilled water؟ يعني ماء مقطر او ماء نقي. يعني الكيلو جرام يا حبايبي بيساوي كتلة زجاجة بها ماء مقطر 1 liter
لتر واحد من المية المقطرة أو المية النظيفة دي عبارة عن كيلو جرام. طب بيستخدم في إيه؟ بيستخدم for measuring large masses زي الفروتس الفواكه والخضروات، زي التشيز الحاجات إيه اللارج ماسز أو الحاجات الكبيرة. ده بنستخدم له وحدة قياس أو measuring unit اسمها الكيلو جرام. إحنا ما عندناش غير الجرام والكيلو جرام، ركزوا كتير عشان بتيجي في الكمبليت وفي الساينتيفيك تيرم. عندي نوت أخدناها في الماس في جريد 3 بتقول لي ان ال 1 كيلو جرام، ال 1 كيلو جرام ايكوال 1000 جرام، يعني الكيلو جرام الواحد في 1000 جرام، الكيلو جرام الواحد في 1000 جرام. 1 كيلو جرام ايكوال 1000 جرام، بتيجي في الامتحان على هيئه بيجيب لي كومبليت 5 كيلو جرام ايكوال دوت جرام. طبعا ما دام الواحد بيساوي 1000 يبقى الخمسة بتساوي 5000 او 5000 جرام. بتيجي بالطريقة دي في الامتحان، فلازم ناخد بالنا منها. طب سؤال تاني في الامتحان، what is meant by او ماذا يقصد ب the mass of a glass cup equal to 200 جرام. يعني انا لما اجي اقول لك ان كتلة الكوباية الجزاز بتاعتك دي بتساوي 200 جرام، معناها طبعا الماس ان هي كمية الجزاز اللي في المادة. طب يلا نيجي نقول كده بالانجليش، it is meant that the amount كمية of a الزجاجة ده او الكب ده مصنوع من ايه؟ من الزجاج. يبقى the amount of glass in the cup equal to 200 جرام. يبقى أنا شفت كلمة ماس في السؤال أنزل على طول الديفينيشن بتاعها أو التعريف بتاعها اللي هو عبارة عن the amount of matter. لا، هو هنا عطيني المطر اللي هي الجلاس، فهشيل كلمة مطر وحط مكانها كلمة إيه؟ glass. glass in the cup equal to 200 جرام. ده سؤال بيجي دايما في الامتحان. طب اخر جزء عندي في الدرس اللي هو بيتكلم عن الديفايسز او الاجهزة اللي بتقيس عندي الماسز، بيتنقسم لنوعين، التو ارم سكيلز والوان ارم سكيلز. انا هوريكم هنا واحد اللي هو وان ارم سكيلز اللي هو الديجيتال. ليه سموه ديجيتال؟ لان هو زي الالة الحاسبة يا حبايبي، في ارقام، ديجيتال يعني رقم، اي حاجة احطها عليه بيظهر لي الماس بتاعتها او الماسز بتاعتها. انا حطيت اهو القلم على طول كتب لي 7 جرام الماسز بتاعت القلم. ده اسمه الديجيتال سكيلز، وهو من نوع وان ارم سكيلز، ميزان لذراع واحد او وجهة واحدة. طب عندي نوع تاني اسمه تو ارمز سكيلز. يعني ايه تو ارمز سكيلز؟ يعني موازين او مقاييس ليها ناحيتين زي البالانس سكيل وزي السنسيتيف سكيلز، ودول اخدناهم في جريد 4. السنسيتيف سكيلز ده بيستخدم عند محلات الجولري الذهب الجولد، البالانس سكيلز عند الرجل بتاع الفاكهة والبقال بيقبليه زراعين اكيد كلنا عارفينه. عند الوان ارم سكيلز ليها نوعين برضو، الديجيتال سكيلز وان ارم ديجيتال سكيل اللي احنا لسه شايفينه، والسكيل ويز ابوينتر اللي هو ميزان بالمؤشر، ميزان بالمؤشر اللي هو سكيل ويز ا بوينتر. وده كان اخر جزء عندي في الحصه النهارده. يا ريت تكونوا استفدتوا من الدرس، يا ريت نراجع الدرس كويس علشان لما نيجي ناخد الويت يكون الدرس بتاع الماس عندي مفهوم. يا ريت تذاكروا كويس وتابعوا قناه ايزي ساينس اند ماس، وتعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب للقناة. وشكرا ليكم ودمتم بخير.